جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وغنى البلبل الصداح في أرجاء وادينا، على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا. وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، ما أجمل الدنيا وفيها أنتم، أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا ترد إليكم. حياكم الله في حلقة جديدة وفريدة، فريدة بمتابعتكم أعزائي المشاهدين من برنامج حديث الدار. نرحب بكم، نرحب بالجمهور أينما كان في داخل المملكة الحبيبة أو خارجها، عبر شاشة قناة المجد الفضائية، وعبر محاور هذا البرنامج المتميز دائما بمشاركتكم الرائعة وبالضيوف الذين يطلون علينا بين فينة والأخرى. صراحة يعني البداية دائما بالترحيب. الجمهور لا يعني ما نستطيع نقول ماذا نقول عن جمهورنا الكريم، جمهور قناة المجد عامة وبرنامج حديث الدار اللي كان قبل فترة، يعني تقريبا قبل بداية الدراسة، كان في وقت الظهيرة، ومع ذلك كان يوصل ترند بكل سهولة زي ما يقولوا، والآن تحول إلى الفترة المسائية، وما زال هذا الجمهور الصامد والرائع والمتميز معنا دائما وأبدا وأبدا. طيب طبعا لو كلشت اليوم عاد مشوها، لأنه عودة إن شاء الله معكم يوم الأحد بإذن الله، إن شاء الله كل أحد حكم معكم بإذن الله عز وجل عبر هذا البرنامج المتميز بوجودكم أعزائي المشاهدين. طبعا اللي يبغى يشارك معنا في تويتر اللي هو هاشتاج حديث الدار، المشاركة مفتوحة للجميع. واليوم عندنا أيضا محاور راح نتكلم عليها كما تعودتم في البرنامج، أضف إلى ذلك أحد الضيوف الذين سيكون معنا في هذه الحلقة. معي في هذه الحلقة الأستاذنا الغالي المتألق دائما أبو عبد الله الأستاذ بندر المساعد، ولي الشرف صراحة أن نكون مع بعض في هذه الحلقة. وفي حلقات سابقة كنا مع بعض، فنقول أهلا وسهلا أبو عبد الله، حياك الله منور، يا مرحبا. ما شاء الله تبارك، أنا أدخل كذا دخلت كأني داخل، خذ راحتك بيتي يعني، مدير عاد ما نقدر. حبيبي شلونك علي؟ الله يسلمك، عساك طيب؟ يا مرحبا، يا ما شاء الله تبارك الله، دار عامر ما شاء الله، عساك طيب، الله يسلم عمرك، الله يحفظك. كيف حالك؟ الله يسلمك، كيف امورك؟ طيبة، عساك طيب. كيف قهوتكم؟ والله القهوة ان شاء الله طيبة. يقول لك انا صاحب بيت يعني، كلنا اصحاب بيت، كلنا عاد. الله يعطيك العافية، الله يرضى عليك. والكنب الجديد هذا ما شاء الله تبارك الله، تغيير كذا حلو صراحة. في التغيير كلام جميل للشيخ علي الطنطاوي، يا سلام، الله يغفر له ويرحمه، امين. الشيخ علي الطنطاوي كان يقول جمال الحياة في التغيير، يا سلام. يقول بيتك عموماً. ايوه، يقول بيتك لما تدخل بيتك وتحصل اهلك ماخذين الكنبه اللي كانت في وجه الباب حاطينها على اليسار، والطاوله اللي كانت قدامك تحصلها على اليمين، تدخل تقول يا الله ايش اللي حصل. فيقول الماء الراكد يأسا، يحتاج الى نوع من التغيير. صح. حياتك تحتاج شويه نوع من التغيير حتى لا تاتي الى الرتابه. اذا وصل واحد للرتابه يصير يومه ممل. ولذلك يقول من الأشياء اللي الناس يمارسونها في التغيير وهم لا يشعرون السفر. يقول السفر في تعب وفي فلوس وفي مشاغل وفي غربة، والواحد يسافر ليش؟ عشان يغير، مو عشان أنه لو جاء فكر قال خلني أوفر وخلني أقعد وخلني كذا. فالتغيير على قولهم هو من جماليات هذه الحياة. وقلت احنا غيرنا هذا، احنا غيرنا هذا. وتاتي الى الرتابه، وانا اقول الرتابه تاتي بالكآبه. يا سلام، شفت كيف؟ عشان الكنب، لانه رحم الله الشيخ علي الطنطاوي وحفظ الله علي ابو زيد. هو كلنا انا وياه الله يرحمه، حتى المصورين عايشين معنا جو. هو سالم عشميل تحرك بالكرين، لسه ما شفتوا شيء، لسه بدايه الحلقه ترى يا جماعه.
فعلا والله تغيير والله. ولذلك اللي تابعني في السناب قبل كم يوم كنت على موعد مع احد الاشخاص كذا وخلصت. بعد ما خلصت طبعا عندي 2 أو 3 كافيهات قريبه من البيت اجلس فيها جلستها جميله ورائعه ما شاء الله. مريت ذاك اليوم من قريب من الموعد اللي كنت فيه فشفت كافي كذا جميل ورائع ودخلت قلت خليني اتقهوى فيه. جلست فيه فاذا بالمكان الجميل والرائع. وجدت انه مكان جميل بس في اللي اجلس فيه يمكن اجمل بس التغيير حلو التغيير جميل. من المكان والله كله اثر. وهذا في دراسات خلنا نسولف عنها بعد الفاصل. الظاهر شاب عندهم فاصل هو كذلك. طيب في فاصل للتواصل نتابع ثم نعود. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وغنى البلبل الصداح في أرجاء وادينا على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا. حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام. حياك الله علي. الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حركت الكنبة كذا حسب نفسك بيتي يعني ما أخذ راحتي. الآن هنغير ترى. طيب بعد شوي هنشرب قهوة ونشرب شاي من باب تغيير. المفروض نشرب شاي وبعدين قهوة. اليوم حلقة التغيير تغيير على ما يقولوا الـ 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 في الدراسات العلمية يقولون من الأشياء التي تنشط الذاكرة أنك تجدد في الطرق. يعني إذا أنت مثلا معتاد أنك تروح في طريق مثلا معين للعمل دائما تروح مثلا من شارع الستين ولا شارع التحلية ولا شارع المكرونة ولا أي شارع خلاص أنت مبرمج. يقول لك حتى تنشط ذاكرتك حاول انك تغير الطريق اللي تروح منه بالعاده لانه في تنشيط للذاكره لانك انت لما تمر على معالم جديده تلفت انتباهك فيكون في تنشيط للذهن. الظاهر شويه نلعب تغيير الاماكن انت تجي مكاني وانا وممكن هذه فكره الان جت ترى هذه اللعبه حتكون بعد شويه حنلعب بين المصورين امين اسرع ترى هذه لعبه تذكرها لعبه انه يكون احد بالنص وبسرعه ممتعه العاب الطيبين هذه من سبحان وهذه من الأشياء الحلوة برضو في التغيير. يعني بعض الأحيان نحن نشتكي نقول يعني أولادنا يجلسوا على أجهزة كثير ترى ما حصلوا ألعاب حركية. لو حصلوا ألعاب حركية بدون مبالغة صحيح راح تصرفهم صحيح. لأنه الألعاب الحركية فيها فائدتين. الفائدة الأولى الجانب التنافسي سبحان الله. ويمكن أنت ما شاء الله أستاذنا في الموضوع هذا في المسابقات برامج المسابقات جو غير طبيعي. يعني الحماس اللي تحصله نتيجة المنافسة حتى الحين لو ما في جائزة بس عشان صحيح. انه تقول انت فايز صحيح. فتلاقي يعني على قولهم يبذل الغالي والنفيس صحيح صحيح. وفي الشيء والجانب الآخر الفائدة الثانية انه فيها حركة. يعني الحركة فيها بركة. هذه من أقوال برضو الظاهر علي أبو زيدة أيوة. من عندك لا عندك هذه هذا الحجازيات برا قلت الحركة بركة عم أمين يمكن الله يذكره بالخير اللهم آمين. هو بالفعل فيها هذه الجانبين صحيح. فأتوقع لو حصلوا ألعاب حركية صدقني راح يخففوا من الضغط. وأنت قلت كلمة التقديم على مستوى تقديم مسابقات لما كنا نقدم وهذا فعلا لما نروح منطقة يعني تحت استضافة ملتقى أو مخيم وكذا تجد أنه سوينا لهم برنامج جميل جدا قالوا السنة الجاية أنتم معانا ونجي السنة الجاية ونقدم شيء جديد وممكن شيء من القديم. بعد فترة الناس ينتبهوا شو مع أنه من السنة للسنة يقولك ما في شيء جديد ليه لأنه ما في تغيير مع أنه سنة مرت على الألعاب وربما الأناشيد وكذا ومع ذلك الناس ينتبهوا صحيح. ولفتة بسيطة قبل موضوع التغيير أن يكون التغيير للأفضل
أحسنت. والأجمل بعض الناس يقول وبعدين لا تغيير في الدين، يعني في أمور الدين عاد ما إيه، نتكلم على الأمور الاجتماعية، الاجتماعية يكون للأفضل الأجمل، يعني لا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فإحنا التغيير مطلوب في حتى على مستوى يعني قلت كلمة أبو عبد الله، من حسن إلى أحسن، إلى أحسن. ومن ضمن التغيير أذكر أنك قلت كلمة، أذكر في التليفون أو كذا، كان كنا في جلسة أنت تسويها، ما أدري إذا مستمر فيها ولا لا، بين فينة وأخرى تروح أنت تودي عيالك المدرسة، والحديث في الصباح مع الأبناء له وقع متعة. وتوقع يعني استفدناها كثيرا من الدكتور علي الشبيلي وغيره، حتى الشيخ الدكتور علي الشبيلي عنده الظاهر كان إذا ما خاب ظني كانت محاضرة وفرغت كأنها يعني ألعاب في السيارة، يعني أنت مثلا تكون مع أولادك أيوة كيف تلعب مثلا معهم في السيارة ألعاب من باب التجديد، لأنه مثلا إيش بتسوي معهم في الطريق؟ بتجلس تعطيهم نصائح بملون، يعني كل يوم نصيحة نصيحة، حتى بعدين نقول يا ليت أبوي ما يوديني اليوم نخفف شوية من النصائح. ليش؟ لأنه يعني مملة الإنسان مهما، إذا كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالسآمة، كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة والملل، هم الصحابة. وابن مسعود كان يحدث أصحابه كل يوم خميس، فكانوا يعني يأنسون لحديثه، فكانوا يقولون يا ابن مسعود ألا حدثنا يعني كل يوم نبغى، فقال لا لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا. فنحن نقول يعني لا تثقل عليهم، ممكن أشياء خفيفة وأشياء يعني مفيدة وألعاب ممتعة حتى يتشوقون لجلستك، يعني يقولون اليوم أنت ودينا تكفى نبغاك أنت تودينا نبغاك أنت تجيبنا. ليش؟ عشان يشوفون في شيء من التغيير، يعني يكون في نوع يعني مثلا برنامج رتيب، يوم توديهم تجيب لهم سكريم، نبغى كل يوم تودينا، يحسبون كل يوم بتجيب لهم سكريم صح. لكن هي إيش؟ من باب التغيير، يعني حتى إضافة نكهة مختلفة لها وقعة جدا جميلة أيوة كيف. ومميزة صراحة. موضوع التغيير موضوع كبير وإحنا جميل بحاجة جدا أيوه. جدا. وترى هذا الكلام اللي شفتوه الفضل الله ثم الكنب، الكنب هذا هو اللي خلانا نتكلم في موضوع التغيير اللي سمعتوه فشكرا لمن غير الكنب وشكرا لمن وترى هي بالمناسبة هي يعني فقرة مقصودة في الإعداد، يعني هنا موجودة مكتوبة يعني قصص وسواليف مع علي أبو زيدة، أستاذ علي أبو زيدة الله يعطيك العافية. والله هو هذا التغيير من باب أنه تغيير مع علي أبو زيدة لا حنجي للسواليف والدردشة قهوة يا أبو، يقول لك أنه برضو لازم نغير في المي شاهي وقهوة شاهي لا أصب لك قهوة بفنجال الشاهي لا أصب لك قهوة بفنجال الشاهي هذه كذا هذه كذا يعني شو على مستوى تغيير بلس هذا لا وسبحان الله التغيير هم زي ما يقولوا قلت لك المثل يقول يعني الماء الراكد يأسا، سبحان الله نفسك حتى تحتاج إلى نوع من يعني من التغيير والتجديد. يقولون عن الحسن، بعضهم كان يذكر عن الحسن البصري أنه ما جالسنا إلا جاء كل يوم بجديد، يعني كل يوم يجيب شيء مختلف. حتى أنت في نصائحك لو نصائحك واحدة الناس راح تمل صح. ويعني روحوا القلوب ساعة وساعة، أنت تحتاج شوية كذا شوية كذا. حتى الصحابة كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظهم يذكرهم، حتى كان في حديث حنظلة لما كان يقول يا رسول الله إنك تذكرنا الجنة والنار وكأننا نراها رأي عين، يعني من شدة وصف هذا المجلس المبارك يقول كأن على رؤوسنا الطير. ولكننا إذا رجعنا إلى أولادنا وزوجاتنا يعني نسينا، فقال يعني ساعة وساعة، يعني الموضوع يحتاج إلى نوع من التوازن، يعني إحنا نغير مو معقول حياتنا كل يوم تغيير صحيح. لا، حتى يكون التغيير لذة يكون يعني له وقت محدد نسبة معينة معيار. أي مو 90% تغيير لا و10% رتابة يجي الواحد يغير، ترى ما ندعوكم تغيروا كل شوية الأثاث وذا يعني مشكلة. لا نحن نقول تغيير بعدين في طريقته أي. يعني مثلا في تغييره حتى سبحان الله شوف الآن بدأت الأمور يعني تختلف في قضية أنه الناس حتى في أدواتهم في البيت بعض الأحيان أثاثهم صحيح الأشياء القديمة صحيح. صارت زي التحف الآن صارت صحيح. متاحف صحيح. من باب التغيير سرير النوم إذا كان في جهة له سنة وسنة وشوية غير صحيح. الجهة الأخرى في غرفة النوم اشتريت فيه تجديد في أفكار بسيطة ما هذا يمكن شيء هذا، لكن أفكار بسيطة من ضمنها كاقتراح زيارة الأب والأم لما تيجي تسلم على أبوكم وكل يوم تيجي تسلم على يده على رأسها، من الاقتراحات في التغيير
أن تأتي لهم بشيء هدية. هدية طبعا جيبها مثلا من أشياء الطيبين، مثل حاجة شفتها في السوق حق جيل الطيبين، صحن ولا آلة ولا لعبة. ودخلت على الوالد الله هذه كنا نلعبها وكنا، وشوف الحديث اللي يسوونه. جيب لهم مثلا حاجة كذا، صحن فيه حلا ولا فيه أي شيء ولا باب تغيير. طيب خذهم يوم من الأيام يلا هذا روح أتعشوا. الأبناء مع الزوجة أيضا من باب التغيير مع الزوجة، يتصل يوم من الأيام كذا، ما نقول دائما لكن في الشهر مرة مرتين، يقول الامرأة يقول الحرمة لا تسوي اليوم غدا، أنا جاي من برا. يا نروح برا، والله ما فيني جاي من لا خلاص أنا جاي من برا. فتخيل لما تفاجئ الحرمة تقول له والله ما بسوي غدا اليوم، نام يرتاح أنا بجايب غدا ويجيب العيال. أشياء بسيطة جدا لكن لها أحسنت. وبعض الأحيان طريقة تقديمها، يعني التغيير في طريقة تقديمها، أو على قولهم يسوي أكشن كذا عليها حركة. صحيح. لو يجيب أغراض البيت يوم ويقول لهم أنا جايبها في صندوق مختلف أو شيء مختلف، ترى تعطي نكهة. يعني هي سبحان الله أنا أعتبر التغيير زي النكهة، هو إضافة شيء تؤدي بطريقة عادية لكن النكهة هذه تخليه طريقة غير عادية. أتذكر مرة وأنت تتكلم كلام جميل جدا عن الوالدين، في كتاب الظاهر أو كتيب موجود مر علي في النت، إذا ما خاب ظني الظاهر اسمه أكثر من 70 فكرة لبر الوالدين. يا سلام. 70 فكرة. يعني زي كذا مثلا يوم والله الوالدة أنت تروح تتقهوى عندها، أقول لها طب سألك ما أخذك نروح نتقهوى مثلا على البحر عندنا في جدة. والله. في الرياض يروح الثمامة ولا فين. يعني أقصد أنه التغيير. صحيح. مجرد التغيير فقط. زي ما تفضلت مثلا واحدة من صاحباتها تقول والله إيش رأيك اليوم بوديك عند فلانة، انت تتصل على صويحبات امك تقول ايش رايك والله انا ودي اجيب الوالده تزورك، وتقول لها والله بروح انا وانت مشوار توديها عند واحده من صديقاتها. اقصد مثل هالافكار وان كانت بسيطه، هي ما تحتاج فلوس ولا تقول مشروع حضاري تحتاج انك انت تخطط له، ما ادري هي على الطريق، يعني على الطريق. لكن انا اعتبر سبحان الله هذه الاشياء من توفيق الله عز وجل. صحيح. الانسان يوفق. صحيح. انه يهتم بمثل هالاشياء. يا اخي اولادك بعض الاحيان تروح انت السوبر ماركت وينقون عليك ولا تشتري لنا ذا وتشتري لنا ذا وتشتري لنا ذا، في حين انك انت دافع فلوس دافع فلوس. صحيح. لو جبتها انت مبادرة من قبل ما يطلبونها يكون لها طعم مختلف تماما. صحيح. يعني هي نفس الشيء. احسنت. زي ما قلت انت دافع هي حاصل انت تجيبها لها وقع. وهو هذه نكهة التغيير. يعني سلام. احنا قلنا بحن بعض الناس يظن التغيير انه لازم ادفع فلوس ولازم مثلا اسافر ولازم اروح ولازم اجي. لا شيء انه في شيء بسيط. ايوه. السواق او الشغاله في البيت من باب التغيير كذا، والله جبنا لها اليوم هديه. يا سلام. جبنا لها اليوم عشاء، اليوم عشاء لك. يا انت سلام. لا تطبخي ولا شيء، اليوم جبنا لك عشاء من برا. تخيل انه اليوم لا تسوي غدا ولا تسوي عشاء ولا تسوي، اليوم بنجيب وش تكلف، يعني شيء بسيط. تماما. شوف الوقعه اللي تؤثر في نفسيه احنا بما ان نطرح التغيير. والله أنا ادعو الحلقه الظاهر راحت في التغيير كلها وعندنا فقرات لا متنوعه. بقول للمتابعين في الهاشتاج اذا اللي عنده افكار ولا شيء يجيبها عندنا. تقول لي والله في انا شايف في علم التذوق. ايوه مو من باب قلنا تغيير. ايوه هو ذا اليوم كله. طيب ناخذ علم التذوق بعدين نرجع لما يتعلق بالتغيير في علم التذوق. تعطونا اياها صوره. يا يلا. سلام. اربع صور. ها هذه الصوره الاولى. علم التذوق يقول لك جميعنا نفضل اطعمه معينه لا يمكننا الاكتفاء منها، كما ان هناك اطعمه نرفضها. ما هو التذوق بالضبط وكيف يمكن ان تعمل هذه الحاسه؟ ندرك الطعم من خلال أعضاء حسية تسمى براعم التذوق، والتي توجد بين نتوءات سطح اللسان. ولسان الإنسان مغطى بحوالي من 2000 إلى 5000 برعم تذوق. توجد براعم تذوق أيضا على الأجزاء الأخرى من الفم والحلق. سبحان الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله حنا الله يتوب علينا. هذا المذاقات شيء أيوه بسيط جدا. أيه. طب ايش المذاقات الأساسية يعني اللي الآن لما تقول واحد خذ تذوق ايش الطعم؟ المر. أربعة: مر، مالح، حامض. حلو. حامض حلو. ها حلو هذا حامض ترى من ضمن الترتيب. ها في مذاق خامس غريب شوية اسمه والذمة على المعدين اسمه أومامي. أومامي كلمة مشتقة من اليابانية، هو مذاق خامس غير أساسي
يوصف بأنه لاذع لطيف، ويوصف أيضا بطعم الحساء أو طعم اللحم. هو هم المعد حاطين عندنا له، ياباني ولا مش والله ما أدري. أو راح اليابان أمامي يعني، ترى أحس في أمامي كذا نقول مثلا هو طعم، بس يقول لك هذا في شيء يعني لذعة كذا، يقول لك والله لاذع لسان، يعني في تحس في اللسان زي الكهرباء سبايسي. يعني الآن من باب التفنين لما أجي أجلس وهذا أقول يا أخي هذا كأنه في طعم أمامي. لا مو طعمه، لا تقول هذا طعمه حلو ولا طعمه أمامي، مو طعمه ما أدري هي نطقها صح كمان ولا لا. طيب هذه الـ 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 على قولهم العروق، براعم التذوق، هذه موجودة فين؟ لكل مذاق من المذاقات الأربعة. يعني مثلا وين تشعر بالمرارة؟ في اللسان، في الجزء الأخير من اللسان. سبحان الله. المالح مباشرة في الأطراف، لذلك سبحان الله المر لما تحطه في طرف اللسان ما تحس أنه مر، لما تيجي تبلع تقول كذا في مرارة، لكن المالح من طرف اللسان تجيك المشكلة المر في الأخير فأقول لك فيها ما في مجال مثلا في البداية تقدر ما في. والحامض موجود في أطراف اللسان الخلفية، والحلو في مقدمة اللسان. سبحان الله دائما سبحان. شوف هذا اللسان، شوف شوف أيوة يا عبيدة أعطينا، هي طالع عندهم سبحان الله. شوف كيف أيوة، طبعا هذا التوزيع رغم انتشار يقول لك الا انها غير صحيحه. طبعا يا جماعه في شيء اسمه بلنتي في اي مباراه، في شيء اسمه بلنتي، هذا بلنتي في المعلومه هذه، فاذا هذه المعلومه لا تصدق. والله علي شكلك سويت بلنتي أول في اسمع سويت بلنتي في الجمهور انا سببت البلنتي كذا. هذا قايل لك المعد هذا يا ياباني، شوف من يوم ما جاب امامي هذه امامي جاب اللي بعدها راح فيها. اذا هذه المعلومه غير صحيحه. طيب والحمد لله ربك سلم، لان كنت شيء الهم انه يعني في الاخير المر قاعد ما يتزحلق يروح هناك، كيف في البدايه الواحد بيحس. تعرف ليش هم يستدلون بهذا انها غير صحيحه؟ يقول لك لانه اصلا ما في مكان لطعم الامامي. هذا مؤكد ترى، هم يعني علميا هو الامامي ذا اللي جابه. شوف في شوف في شيء اسمه حلو مر حامض ايوه، لكن من يوم شوف مشينا صح احنا يا جماعه، لو تلاحظوا ماشيين صح، يوم جت الامامي هذه بس طبعا بالمناسبه يعني تاكيدا هم يقولوا حتى من ناحيه علميه انه المنطقه اللي هي يعني في الخلف هذه هي الاكثر تذوقا، مع انه اللسان كله يتذوق اللي في الخلف على اليمين كل اللسان يتذوق، لكن هنا تكون شويه يعني الحساسية عالية. والله بس هذه علمية علمية اي المكان. طيب. يقول لك اللسان ليس المكان الوحيد لتمييز المذاقات، نمتلك مستقبلات ذوقية في الفم بأكمله، يعني الفم كله تشعر انت فيه بنوع من التذوق. طيب كيف تتم هذه العملية، يعني عملية التذوق؟ انه مراحل ممكن تعطونا كيف نتذوق الأشياء فعليا من خلال هذا الانفوغرافيك؟ واحنا قعدنا هذا وما درينا. شوف يا جماعه بس تاكدوا دقيقه، خلينا نتاكد هل هذه معلومه صحيحه ولا شيء قبل ما نتكرفس. هذه اللي هي يسمونها الحليمات، في كل حليمه تذوق توجد حوالي 50 خليه ذوقيه ومساعده وقاعديه. والله يا اخي حبوب صغير. اي والله شوف ما اوتيتم من العلم، احنا نقول عنها انه في ايش، بعض الواحد يشوفها في لسانه يقول ايش هذا ليك بروح اكشف ما ادري طلعت فيها شعيرات ممتده خارج برعم التذوق ومسام التذوق. على كل خليه ذوقيه يوجد شعيرات تمتد خارج برعم التذوق من خلال فتحه تسمى بمسام التذوق، يعني في زي المسامات. سبحان. اضف الى ذلك حين تتناول الاكل تمزج جزيئاته مع اللعاب، ويدخل هذا المزيج من خلال المسامات وتتفاعل مع الشعيرات فتحفز حاسة الذوق. أحسن. لما تتحفز الخلايا تنشط النبضات الذوقية فترسل علامات عصبية لمنطقة التذوق في الدماغ. سبحان الله. وهنا الدماغ يفسر اللي يعطيك هو الخبر الإحساس. أنت أيوة. جبت العيد ولا أمورك طيبة؟ شفت كيف؟ يا إنه حلا وحامض وسبايسي وكذا وكذا ولا أمامي. طيب نشوف اللي بعده. أبو عبد الله يقول لك كيف تختلف تفضيلاتنا للأكل. أيوة ليش يعني يقول لك الأشياء المسؤولة عن ذلك، يعني مثلا الحين لما تروح مثلا مطعم هندي تقول أعطيني حار، يقول لك حار مرة ولا حار شوية، أنت عندك الحار واحد يعني أتوقع أنه واحد، هم عندهم طبقات صح. يعني مثلا في مثل الأشياء إيش الـ من المسؤول عن ذلك؟ يقولوا من الأشياء
العامل الفطري. سبحان الله، البشر بطبيعتهم لا يفضلون المذاق المر أو الحامض لأنها مؤشر على أن الأكل قد يكون سيء. أضف إلى ذلك التأثير البيئي اللي جميل. هو المجتمع، يعني زي ما تفضلت الآن، أنت قلت تروح مطعم هندي، هم عندهم جانب الأكل هذا صحيح. إذا ما في فلفل وحار هذا يعتبر صحيح. يعني مثلا هم لهم طريقة يأكلون فيها الرز مثلا، أو حتى يشربون فيها الشاهي في مناطق مثلا في شرق آسيا عندنا يكون مرفوض صحيح. ما حد يعني ممكن يعمل، لذلك يقول لك هذولا نباتيين، هذولا أكل اللحوم، هذولا أحسنت. وحتى بحين في بعض النكهات صحيح. بالإضافة إليها الأمر الثالث سلوك التعلم، يعني التعرض المتكرر لطعام لا يحبه الشخص قد يساعد على جعله يستسيغه. الآن الواحد بعضهم يجرب شاي البر ما يقدر يتقبله صحيح في البداية، في البداية بعد كذا يقول يا أخي أنتم كيف تشربونه بالله بسكر؟ طيب احنا طيب وش بك من اول دوبك اتطورت وجيت على حسنا. ايضا اضف الى ذلك تاثير الام، وهذا هو الاساس. حسن. طيب ما تتناوله الام، ما تتناوله الام خلال حملها او تشربه خلال فتره الرضاعه يؤثر على تفضيلات الطفل بعد ان يكبر. سبحان الله. اذا الام هي اللي تحدد، يا يطلع الولد طعامهم واحد سبحان الله، يعني الطعام واحد لما تاكل سبحان الله. اذا نحاول امهات الحوامل لا يكثروا يجيبوا حاجات فخمه، لا يطلع الولد بعدين ورط ما يبغى الا ماركات. عشان كذا شوفوا الاشياء الوسط عشان لا يخسركم، اتعود على البوفيه المفتوح على ولذلك يقال يا ابو عبد الله ولولا اختلاف السلع، السلع طبعا هنقول اختلاف الاذواق لبارت السلع. نعم يعني سبحان الله الناس. انا لو جلست معك الان انا وانت الى الفجر ما خلصنا في الذوق في شتى المجالات، على مستوى اللبس، على مستوى النوم، على مستوى استخدام الجوال، على مستوى اللعب، على مستوى الاكل، الشرب، تلقى عند والله انا احب كذا وانا احب كذا وانت لا والله انا لا والله انا جوي ما انت سبحان الله. وهذه من حكمة الله عز وجل. على مستوى شوف في الأسرة الوحدة فقط تجد الأب له يعني المود زي ما يقولوا، الأم، الابن، البنت، ربما توأم، بعض الأوقات يختلفوا وهم توأم، يختلفوا في يعني اختلاف أذواق من حيث الأكل، الشرب، اللون، إيش تحب اللون؟ والله أنا أحب اللون الأبيض، الأسود، البمبي، كيف البمبي هذه حلوة والله كيف. بالمناسبة من الوظائف الأكثر دخلا على مستوى عالي وظيفة المتذوق. انت عارف الشركات الكبرى، شركات الأطعمة بالذات أيوة. شركات الآيس كريم وشركات القهوة عندها هذه الوظيفة خاصة عشان يطلعون نكهة جديدة، فعندهم واحد وظيفته بس يجي يتذوق. يعني مثلا في شركة من شركات القهوة مرت علي معلومة انهم دفعوا تأمين على لسان الموظف حق التذوق 10 ملايين جنيه استرليني. تأمين انه ايش ما يصدم ولا عشان لو كذا يعوضونهم. ليش؟ لانه هذا التذوق سبحان الله ناس يختلفون، يعني بعضهم لما تجي يعني ذوق الشيء يقول لك يا اخي هذا فيه وفيه وفيه، يعطيك 4 أو 5 مكونات، واحد يقول لك والله يعطيك مكون واحد. ليش؟ لانه حاسة التذوق عنده جدا عالية، خبرة. أيوة والله طبعا بعضهم يقول لك أحسن وظيفة هذه الوظيفة. أيوة أنك أنت بس تجلس تذوق تقول بس ها تذوق وتأكل ولا شوف أفضل. وهنا عندنا الوظيفة موجودة، قل وين يا أبو عبد الله؟ لمن هو في المطبخ سواء أمهات أو بنات، هذا لأنه ترى ما يجي شيء يا للرجال طبعا هذه معلومة يوصلكم إلا بعد ما يتجمرك حبة في الصحن وحبة في البطن، بالعافية عليهم طبعا يستاهلون هم اللي يتعبوا. فهذه الوظيفة موجودة مجانية فلازم يذوقوا. الله يكثر خيرهم يخليهم لنا. آمين إيه آمين والله. يا رب العالمين. عندنا فاصل. طيب فاصل نطلع فاصل ونرجع مرة أخرى فلا تذهبوا بعيدا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جديد شماغ البسام غترة بلس، بياض اللون وخفة الوزن. غترة بلس، المعنى الحقيقي لغترة بيضاء. نسعد بزيارتك لقناة شبكة المجد على اليوتيوب وتصفحها، وستجد جديدنا لحظة بلحظة. عند دخولك للقناة ستجد حلقات البرامج الجديدة المنوعة وهي بين يديك في أقل من 24 ساعة من وقت بثها مباشرة. في زمن السرعة والبحث عن المختصر المفيد، تقوم شبكة المجد باقتطاع المقاطع القصيرة المميزة ونشرها تسهيلا لوصولك إليها والرجوع لها لاحقا. خفايا العطاء وأسراره، نأخذك في جولة سريعة لكواليس البرامج والاستديوهات وغرف الإنتاج والإخراج. نوثق الذكريات،
بإمكانك مشاهدة إرشيف شبكة المجد من برامج وأناشيد ومسلسلات وغيرها في أي وقت تشاء. نسعد بك مشتركا في قناتنا. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا. أهلا وسهلا بكم مجددا من مشاهدين الكرام. حنا في الجلسة اليوم، الجلسة ممتعة متغيرة، القهوة هذه بطعم ايش يا علي؟ بطعم أمامي. طيب أنا صحح لك المعلومة، هي ما تنطق أمامي، أنا من أول أباك تعدل لي طلعت. إيش طلعت؟ بلنتي ثاني؟ لا هذه نطقها شوية يعني. إيش؟ يعني هي نطقها ياباني. أيوة. الياباني بتكلم أمامي. يسمونه هذا النطق الصحيح. لا تقول لي عيده، بس هذا النطق الصحيح. تحوير الياباني الى العربي. انت قول لي انك تباني ينطقها بالياباني. ما حددت لي انت. معليش بس عشان اسالني مره ثانيه، يرجع الى ثقافه اللغه. ايوه كيف نطقها الصحيح؟ ايش هذه نطقها الصحيح؟ لا هي بالاكسد وبالطريقه اليابانيه، بس هي ترجمت العربيه. طبعا مصطلح امامي هو شيء يجمع ما بين الحامض والحادق والحلو. يا سلام. يعني لو جيت عند اليابانيين عندهم شوربة اسمها توميوم. توميوم معروفة. أيوة. إذا جيت ذوقتها هذه الشوربة أقرب مثال للأمامي. يعني هو ظاهر فيها الزنجبيل. هي ليش؟ هي تعطيك طعم الحادق. أيوة. اللي هو البهارات والزنجبيل وطعم الحلاوة اللي يحطوا عليها الصويا. أيوة. وطعم الملوحة اللي هي كشوربة يعني. فهي تطلع في الأخير شوربة. تطلع بالأخير هي ما يعني في الأخير هذا الطعم ما يتسمع الشوربة. الله يعدي على خير ذا الأمامي المعلومة هذه حق الأمامي. بس المعلومية في موضوع التذوق، يعني حكام العالمين في موضوع في الطهاة في أي مسابقة عالمية قبل المسابقة بيوم أو يومين ما يحرصوا إنه ما يأكلوا أي شيء بهارات عشان ما يكون صافي. كان صافي حتى لما تذوق الطعام يتذوق النكهة الأصلية للطعم، النكهة الداخلية، العصارة، الأشياء. فلو تأثرت هذه هم يسموها أشبه ما يكون بالتهاب اللسان. هو مو التهاب بس البهارات والفلفل تأثر على مسامات اللسان فتأثر عليه مدة 24 ساعة. طبعا مشاهدين الكرام، عندما يتحدث الشغف، ها عادل الآن شغوف بالمهنة هذه وبهذا العمل والمعلومات هذه، عشان كذا ما شاء الله يتكلم معنا كمتخصص، واللي هو تخصص الحقيقي يعني ليس في هذا المجال لكنه من هواته. فالآن نتكلم ما شاء الله، ما بقول أفضل من المتخصصين، لكن جاب لنا المعلومة اللي أنا وعلي حايسين فيها أمامي ومدري وش، وطلعت في الأخير. الآن أبو عبد الله، بالنسبة للقهوة لما يجيبوا البن ويشمموا الواحد حتى يعرف أنه هذا بن كذا، بن هراري، بن مدري إيش، فن فن فن. طيب بالنسبة للذوق كيف تعرف هذا بالريحة؟ طبعا الاستذواق هي مرحلة تمر بعدة مراحل. أول مرة تمر بشغف الشخص اللي يحب الطهي بشكل عام. أنا أحب الطهي، أحب أتذوق الثقافات. أنت الحين لما تحكم على القهوة، المفترض إذا وصلت لمرحلة التحكيم إيش تكون؟ إنك تكون جربت أنواع متعددة من القهوة حتى وصلت نفسها نفس الشعر، نفسها نفس الحكم. هي مدارك. أحسنت. إذا توسعت المدارك تشكل الثقافة، وهذا التذوق. إذا تذوقت من مطابخ مختلفة ومطاعم مختلفة، ممكن يكون المتذوق مطاهي، المتذوق مو شيف، لكن المتذوق شخص يعني جرب ومارس واكتسب خبرات من خلال احتكاك بمطابخ عالمية ومحلية حتى أصبحت عنده ملكة. الملكة هذه تبدأ بهواية فتصير ملكة فتصير احتراف. لكن عالم التذوق يوصل بالشخص أنه يصبح مهارة تذوق عالمية. يعني هذا المتذوق تخيل يحضر بعض لجان التحكيم، يتذوق يتقاضى مبلغ 50,000 دولار وفوق حق تذويق بس. ولذلك هم يقولون يعني كلما ازداد، وهذه قاعدة عامة في كل العلوم، كلما ازداد الإنسان علما ازداد علما بجهله. فلما يتعرف على زي ما قال على مطابخ متعددة وأشياء متعددة، يعرف أنه هو ما كان أول إلا محصور في تذوق أو تذوقين، يعني على قولهم نفس أو نفسين. وما أوتيت الآن من العلم إلا قليل. طيب خليني أنا أرجع بس لعلي، بما أنه قال القهوة والتذوق، لما تروح محل عطور وتشم عطر يبغى يعطيك عطر ثاني تشمه، يعطيك قهوة تشمها عشان إيش؟ تكسر تسوي فيها. أيوة يعني فلترة كذا أو تكسر عشان ترجع للمود هذا. التذوق في شيء زي كذا؟
لا التذوق ما في شيء زي كذا، ما في شيء مثلا يسوي لك مسح يعني وبعدين يرجع. بس يعرف المتذوق قبل ما يتذوق. انا اتكلم في تذوق يعني مثلا كم صنف، يعني مثلا شيف مشرف على مطعم كذا تلاقيه يتذوق هذه وهذه وهذه. لا في تذوق احتراف هاوي. طبعا في تذوق مختلفات في مجتمعات تختلف. مجتمعنا البعض ما يتذوق، البعض ياكل ياكل ممكن ياكل كل طبق وما تذوق. حرشت علي فيني ليش تقول كلمة هذه طالع؟ ممكن نتفق مع بعض ترى، انا ماني بعيد عنك. يقول كذا. فالتذوق يختلف من مجتمع لاخر، لكن لو جينا لاحتراف التذوق العالمي، في التذوق العالمي ممكن الشخص حتى ما يبلع. ما يبلع، يعني هو يتذوق بلسانه. لذلك في الصيام إجازة التذوق، لأن التذوق في اللسان وليس في الحلق. ما في بلع. فالتذوق ممكن يتذوق بدون، وغالب المتذوقين عالمين لا يتعدى أن يأخذ قطعة بحجم من سنتي إلى 2 سنتي. يتذوقه إيش يتذوق؟ يتذوق المذاق، يتذوق العصارة، يتذوق القوام، وينظر إلى الشكل الخارجي بريزنتيشن والعرض. خلاص هو حقق هذه بقبضة. يعطينا تفصيل هذه الثلاث معايير. يعني يقيم بناء على المذاق. أول شيء البريزنتيشن، هذا أول شيء. أول شيء. أيوة. لأنه هو لو بدأ يأكل حيغير الشكل. فتقييم الشكل يختلف الشكل في تصنيفات الحالة، في تصنيفات الأمور الثانية، في بعضها تعتمد على القوام. يعني فكرة شو اسمه طبطب وليس يطلع كويس ما تمشي. هذا المطبخ العربي. طبعا المطبخ العربي يعني الواحد لسه اليوم واحد من الشباب يقول لي عادل على طار بن غباشة نوجه له تحية مو موجود. تنزل تحدي انت وبن غباشة؟ قلت له لا، بن غباشة حق كشتات، انا مو متخصص كشتات. أيوة. انا تخصصي مطابخ، اجيب لي مطبخ الايطالي الفرنسي اطبخ لك. أيوة. يعني العب معي في ملعبي ماركه. لا الكشتة عباره عن حط الرز على البصل، حط زيت على بصل على رز، اخلطهم شوف صح هم يخلطوا بس فيها النفس. ايوه فيها نفس، يطلع امامي حبيبي عشان بن غباشة بكره يجيب امامي شعبي على نفس الصويا هو ذا. يعني الان هذا اللسان انت قلت انه في حاسه في اللسان، يعني معلومه صحيحة يا خلنا نقول اللي قلناها. لا في نص صحيحة. أما لأنه في واحدة حشتنا في الهاشتاج وتقول شكل الإعداد جايب معلومات غلط من باب التغيير. جايب العيد. تخيل يتذوق أول شيء الشكل، بعدين يبدأ يتذوق الأكلة الرئيسية. فإذا كانت الأكلة تعتمد على مكونات مختلفة ويعتمد مذاقها على الدمج، فيدمج المكونات مع بعض ويأكلها. لأنه بعض الأكلات هو صاحب الأكلة يريد بالأكلة الدمج، لأنه يجمع ما بين الحادق والحلو والأمامي. يا عيني يا عيني ترى انسجمت معاه والله انسجمت، احسه قاعد يرسم. فلما يتذوق يقاوم. التذوق بشكل عام يعني قد يكون مطابخ، وانا متخصص في المطبخ الفلاني، انا متخصص في اللحم، انا متخصص. طبعا المطابخ مختلفه والشيف ثلاث انواع في مهاره الطبخ، في شيف وفي متذوق وفي جزار. يا عيني، لان الجزاره مهنه عالميه احترافيه تقضى عليها بعض الاف دولارات. يا عيني، مو الجزار اللي على طريق مو حقنا هذا، مو حق. لا الجزار الفني اللي يعرف لما تدخل مطعم ستيك قيمة اللحمة تصنف حسب موقعها في البيئة. هذا اللي يسوي بعد ما يقطع اللحمة ويزبطها هذا يسوي بالملح كذا. لا هذا اخذ شهره وسيط بس. ما لا هم انتشرت كذا، انت ما شفتني وانا اسوي زي كذا. لا كذا عجز بلس حركه بلس ليفل عالي ترى. لكن بشكل عام انا ممكن واحد ما يتصور اللي عنده ميول لهذا الشيء. بصراحه هذا الجانب حاليا في المملكه العربيه السعوديه لسه ما زال فارغ، ما زال يعني يحتاج، السوق متعطش. المجال يسمى الوظيفه هذا المجال ايش؟ ذويق؟ لا بس الدواء مستذوق. مستذوق مستذوق هم غالبا اللي بدوا فيها حقون السوشيال ميديا اكثر. لكن مجال الطهي بشكل عام السوق متعطش في السوق، بس يحتاج 3 امور: حب وشغف وإرادة. طبعا عادة لما أنت تطبخ أكلة أو حاجة معينة تنتظر رأي الآخرين. بس تخيل أنت تكون في مكان معزول وتقدم الطبق وأنت داري إيش رأي العميل. مع الأيام حيصير روتين. أيضا الحب، لأنه المهنة هذه أنت معرض إلى انتقادات. الحين الواحد يعمل مهما عمل من زينة، الأحكام تختلف، وجهات النظر تختلف، وأحيانا ولو اتفقت على الجمال اختلفت القلوب على المديح. يا سلام. فالأكلة أي تفضل. فبشكل عام الطبخ والذوق إرادة وشغف وحب لهذا الشيء. يا سلام. جميل. يا سلام. طيب نحن تفسير حلو الأمام. هات فيها أحد المتابعة تقول أمامي يعني يم يمي يم يم لا تفسير بعيدة. نحن غصنا شوية في الذوقيات وهذا، مع أنه هذا الموضوع أيوة، لكن على قولهم نحن لم نحضر له، لكنه جات صراحة معلومات ثرية من عادل. نرجع لي عادل وعشق الكاميرا والعدسة،
في التقارير الإبداعية دائما ما شاء الله عليك تجيب لنا لفتات جميلة. اليوم في لفتة جميلة لعدسة المجد كانت برفقة عادل وأخذ لنا كذا على قولهم لمحة جميلة مع ذكرى لطيفة. يا سلام. نشوف ونرجع لتعليقك نتابع. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا مع إشراقة شمس هذا اليوم وبعد سنين من الفراق قررت أن أزور مقعدي الأول في مهد التعليم. أمشي وسط جيل المستقبل أنظر إليهم بعيني ولكن خيالي يهيم في ذكريات الطفولة. دخلت المدرسة استقبلني رائد النشاط حدثني عن المدرسة وكأنها قصة جديدة لم تألفها عيني. فتناثرت كل أفكاري وتحولت كل ذكرياتي فمدرستي لاقت مني فراقا طويلا فتغير مع الزمن كل شيء ولم يبقى من ذكريات الماضي إلا المعلم. لا يقتصر دور المعلم والمعلمة على إعطاء معلومات منهجية في غرف حجر الدراسة وإنما يتعدى ذلك فهم ينشؤون في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات حب والانتماء لهذا الوطن وأيضا حب وغرس الدين الإسلامية في نفوسهم. وأنا أؤدي هذه المهنة فهذا أمر عظيم وأفخر به وفخور أني أخدم وطني وأربي النشء على التربية الصحيحة فهذه المهنة مهنة جليلة الكل يتمنى أن يكون في هذه المهنة. عشرات الآلاف من الطلاب في المملكة يقفون كل صباح ومثلهم من الآباء يشاركون أبناءهم في مراحلهم الدراسية الأولى كلهم قدموا فلذات أكبادهم أمانة في أيدي المعلمين. فوقف المعلم في الصباح وفي الفصل وفي الميدان ليقدم أغلى رسالة سامية لتنشئة جيل ينفع دينه ووطنه. ففي مثل هذا اليوم من كل عام يكرم المعلمون على عطائهم فتبتهج المدارس بما فيها من طلاب وأولياء أمور وإدارة بالاحتفاء بمعلميها. فالمعلم ليس يوم بل هو أعوام من العطاء. هذه رسالة وصلها لكل معلم. أول شيء احتسب الأجر من الله عز وجل اصبر فأنت في مهمة عظيمة. يعني المعلم عندما يأتي في الصباح الباكر ويواجه هؤلاء الأبناء عدد في الفصل ما شاء الله تبارك الله عدد كبير يصبر عليهم ويحتسب لهم ويخرج أجيال جميلة. فنسأل الله عز وجل أن يبارك له وأن يصلح له في ذريته وماله وأبنائه. مهنة التدريس يستطيع أن ينفذها أي إنسان ولكن لابد أن يكون للإنسان رسالة سامية خاصة بتغيير تفكير النشأ بتحسين سلوكهم بتحسين تصرفاتهم حتى يكون عندنا نشأ بإذن الله أفضل وأحسن بإذن الله يرفعون راية البلد إن شاء الله إلى الأفضل. اللهم لك الحمد على هذه المهنة التي أكرمنا الله بها. أول حاجة. ثانيا المهنة هذه عندما يشعر المعلم بالشعور داخليا أن هذا العمل ما يقوم به لله سبحانه وتعالى يعني تعد له الأجر في الآخرة هذا هو الشعور الذي يشعر به جميع المعلمين الآن. واليوم هذا يوم تكريم المعلم يعني بمثابة تقدير من المجتمع من أولياء الأمور للمعلم. اشتقت لأفنية مدرستي وكل ذكرياتي ومن قبلها إلى معلمي وكم هي حسرة حين لم ألقى أي أحد منهم. مضت الأيام والسنين فمضوا مع ركب الحياة كنت ولا زلت أحمل لهم في داخلي كل الحب والتقدير. فمنهم من وجه ومنهم من علم ومنهم من شارك في صناعتي دون أن يعلم فلهم الحب والتقدير والدعاء. على مثل هذه الطاولة وقبل 27 عاما انطلق مهد تعليمي من هذه المدرسة وأحد فصولها. عدت إليها ولم أجد معلما من معلمي القدامى لكن وجدت ما زرعوه في داخلي من قيم ومعرفة. وجدت معلمين لهم العطاء والجهد وتقديم المعرفة. فإن كانت رسالة التعليم حقا على المعلم فلهم منا حق الشكر والتقدير. لقناة المجد عادل بفلح جدة. وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نواحينا. يا سلام يا سلام يا سلام على الإبداع
الجميل صراحة، تقرير رائع يعيد ذكريات جميلة. وما أعرف إيش أدخل، لكن كيف جتك الفكرة؟ أنا بسألك من أي مدخل جتك الفكرة هذه؟ طبعا المدخل هو يوم المعلم اللي وافق 6 أكتوبر، حبيت أعمل موضوع عن يوم المعلم. طبعا الواحد قبل كل موضوع بيفكر إيش الموضوع، إيش المدخل اللي يتميز فيه. أنا وجدت في نفسي أني من يوم ما تخرجت سواء من ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية ما قد زرت المدرسة، اللي رغم أني في يوم الأيام كنت أقول حرجع للمدرسين وحرجع للمدرسين، سلم عليهم سلم عليهم أقابلهم، في يعني في حنين وفي ارتباط ما بين المعلم وبين الطالب، خصوصا لما يكون الطالب دافور. يا عيني واضح الطالب. فتخيل يعني، فبدت الفكرة أني أبغى أزور المدرسة، حتى ما رتبت، ما كلمت الإدارة، ما كلمت، صادف أنه احد الاقرباء ولد يدرس هناك، قلت له بالله كلم الاداره. الاداره كانوا متخوفين، نحن منا جاهزين، نحن مستعدين. قلت لهم الفكره وما فيها، ابن حن للمدرسه وحاب يرجع يزورها فقط. انا جيت الصباح ومع فريق التصوير ابرجع اشوف المدرسه. مجرد ما دخلت المدرسه اول شيء سالت عن المدرسين، طبعا ما سالت عن مدير المدرسه لانهم ذولا كانوا كبار في الاعمار، فاكيد انهم سالت عن المدرسين، ما لقيت ولا احد من مدرسيني، كلهم مدرسين وجيل جديد. أحد من كانوا معايا في الفصول أيام الدراسة الابتدائية مدرس في المدرسة، ما شاء الله تبارك. من الطلاب من الفصل، نفس المدرسة مدرس. سبحان الله. فتخيل أنك تحضر إلى مكان تغيرت الجدران، ورغم تغير الجدران إلا أن ذكر الحق المعلم جميل ما زالت متأصلة، والروح نفسها موجودة. الروح نفسها. أنا طلعت من المدرسة أول شيء سويته راجعت جوالي، مين من الشباب اللي درسوا معايا ممكن رقمه يكون عندي في الجوال. يعني قعدت في فترة يعني شرود ذهني، هو مو شرود ذهني، هو يعني مخيلتي سرحت. جميل. سرحت بتذكر الأيام. في سماء الذكريات. سماء الذكريات الابتدائية، طبعا الابتدائية هي الأيام اللي غرست فينا يعني انطلاقة المستقبل، وإن لمسنا الآن واقعنا فأكيد له الصلة بمراحل الانتقال الابتدائية اللي هي مراحل بداية الحياة، هي الأساس. والله يا أخي أنا أغبط هؤلاء يعني المعلمين على هذا الغرس العظيم، يعني اللي يغرسون وبالذات معلمي الابتدائية، يعني يغرسون في نفوس الطلاب غرس يؤتي ثماره. بعض الأحيان يعني في تقصير منا نحن كطلاب، يعني مثلا عادل في خاطره أنه يزور المدرسة الابتدائية، ولما تخرج من الابتدائي انشغل بالمتوسط، وتخرج من المتوسط قال إن شاء الله بزور المتوسط، ورجعنا تخرجنا من الثانوي يقول إن شاء الله بنزور الثانوي، انشغلنا بالجامعة فلا زرنا ابتدائية ولا متوسطة ولا ثانوية. لكن ما ضرهم ان احنا يعني ننساهم او ننشغل عنهم، الا ان يعني الطيف اللي جاء في خاطر عادل ياتي في خاطر كل واحد منا. يعني مثلا اتوقع انا في عادل مثلا درس في خبيب بن عدي، كل ما مر على اسم خبيب حتى في السيره ولا شيء تجد مباشره يعني ترجع للمدرسه للمدرسين. يعني انا درست مدرسه ابتدائيه اسمها الجاحظ، فكل ما جاء الجاحظ ذكرت والله مدير المدرسه والوكيل، والاسماء كلها تجي كذا مباشره يعني في مخيلتك. هذه القيم يعني التي غرسوها فينا هي التي تبقى. صحيح شخوصهم قد تذهب، المباني قد على قولهم يعفى عليها الزمن وتذهب وتبنى مرة ثانية، لكن يقول لك يبني الرجال وغيره يبني القرى شتان بين قرى وبين رجال، هذه المباني اللي تروح وتجي، لكن بناء الإنسان وبناء المسلم هذا البناء العظيم الذي يعني نحن بحاجة إليه، يعني من يقوم به المعلمون تحية إجلال إكبار لهم لهذا الشرف العظيم اللي قاعدين يغرسونه. والدليل على هذا أن تجد أنت الجميع يتذكر الأثر الذي كان في الابتدائي ربما يكون أقوى. صحيح. لأنه الانطلاقة. صحيح. يكفي فخرا ويعني على ما يقولوا حمدا لله عز وجل من قبل المعلم الابتدائي أنه هو السبب بعد الله عز وجل في تعليم هذا الطالب سورة الفاتحة التي انطلق عليها طيلة الحياة، حروف ألف باء تاء الأرقام هي الأساس من عنده، يعني متوسط ثانوي ما هو إلا مكمل لما أسس عليه هذا الابن. لذلك إلى درجة أن بعض من يجد الأثر سواء مدرسة حكومية أو أهلية، بعض المعلمين خاصة يمكن في المدرسة الأهلية أكثر شيء، بعض الآباء لما يجي يسجل ولده في المدرسة هذه يشترط أن يكون عند الأستاذ فلان، عند الأستاذ الفلاني، إذا ما في لا بروح مدرسة ثانية. ليش؟ لأنه وجد الأثر في أبناء آخرين. صحيح. سواء أقارب أو جيران أو كذا. فتخيل هذا المعلم كم له من الأثر
كم له من الأجر عند الله عز وجل. الفاتحة هذه بس بحد ذاتها شيء يعني تعلمناه في البداية الفاتحة يعني. مرة التقيت بمدرسية مدرس أولى ابتدائي ما شاء الله يعني معاه ماجستير ويحضر دكتوراه. فقلت له يا أخي أنا مستغرب أنت تدرس أولى ابتدائي. قال والله أستمتع، ومن الأشياء اللي يعني تزيدني يعني تمسكا بالموضوع هذا إني أنا أعلمهم الصلاة وأعلمهم الفاتحة. الله. فأنا حريص عليهم. يعني يعلمهم الصلاة والفاتحة وكل يوم يصلي معهم الظهر في الفصل ويعتني بهم، ويوم واحد إمام ويوم واحد مؤذن ويوم ويوثق هذا. يعني يقول هذه يعني تأسيس لي يعني ما راح أفرط فيه. الشيء المميز إنه هذه قد تكون رسائل معلومة وأشياء معلومة. أحيانا بعض المدرسين يعني يلقي معلومة أو يلقي كلمة أو يوجه توجيه للطالب ما يشعر فيه توجيه عفوي، لكن سبحان الله تلقى هذه الكلمة يعني مضرب القلب ومضرب العقل في نفس الطالب، وتصنع من هذا الطالب يوم من الأيام قائد أو صاحب موهبة. وكلنا ذاك الرجل يعني كلنا ذاك الرجل اللي وقعت كلمة عفوية من مدرس عفوية والمدرس لا يشعر، فوقرت في قلب الطالب وطنت في إذنه وبقي الطنين حتى صناعة النجاح. ولذلك يقولون كلمات غيرت مجرى التاريخ، يعني هي كلمة لكنها تحولك إلى جهة أخرى وإلى أفق أوسع وإلى خيال أكبر، فتصنع منك شيئا كبيرا مع أنك يعني على قولهم تقول هو لا يتوقع أنه هذه الكلمة صنعت فيه كما صنعت، لكنها وافقت ولعلها أخرجت من قلب صادق فكان تأثيرها بليغ. وتحديد الموهبة من المرحلة الابتدائية لها أثر كبير. كثير من المعلمين اكتشف موهبة في هذا الطالب من المرحلة الابتدائية. هذا الطالب عنده إبداع في الإلقاء، هذا عنده في الرسم، هي المرحلة هذه اللي تكتشف. وبما أننا في العالم الطلاب والمعلمين، موقف طريف حصل لأحد الأخوة. يقول كان عندنا نظام في المدرسة أنه كل طالب يحفظ رقمه اللي في الفصل، يعني رقمك أنت في الفصل فصلك 15 هذا 12 هذا. لما يجي المدير عشوائي يقول طالب في فصل سادسة جيم أو خامسة جيم رقم 13 تفضل اطلع اقرأ القرآن كذا برمج. ايوه الزامي بالارقام واطلع، وما هو دا المدير ما يحتاج انه يحفظ اسم ولا شيء، ما يحفظ اسم ولا شيء بالرقم. يا سلام. فذاك اليوم كل ما طلب احد وجاهزين برمجين، تعال قل حديث، كل واحد جاهز بالرقم. رابعه ابتدائي رابعه الف رقم كذا. ذاك اليوم يبقى قران، قال المدير الطالب في الصف الخامس رقم كذا رقم 10، قال لي لا ما حد طلع. شوي سألوا مدري إيش وكذا، فين غايب مدري إيش وذا. وذيك الأيام أيام زمان قبل 20 سنة، وهذا يقول ما حسيت إلا باللذعة من ورائي صقعة من المدير. قال لي كم رقمك؟ قلت والله مدري. ويقول وأنا في نفسي قبل شوي أقول الله يعين هذا اللي ما طلع، الله يعينه. يقول ما جاء في بالي إنه رقمي أصلا. أنا قاعد أدعي لهذاك الله يوفقه ويصبره، لأنه في عقوبة صارمة اللي ما يطلع واللي نسي رقمه. فيقول ما حسيت إلا بذيك الصقعة اللي من المدير. كم رقمك؟ بعد ما اكتشف وطلع رقمي أنا 10. رحت قرأت صح ذاك اللي بتجويد. طب أنا أديك نفس القصة بس واقعية حصلت مع شخص. هي هذه واقعية ترى، حصلت معي حصلت معي أنا قصة. نختم بها، نختم بالأمامي حقك. هات القصة. نفس القصة، كنت في متوسط الأسود الدولي، كان عندنا مدرس لغة عربية اسمه سعاد ثباتي. طلع نظام زي كذا، كل شخص يكتب اسمه فرقة وتوضع في شنطة، والشنطة هذه كل يوم في الصباح يسحب اسمه. أنا طلع اسمي وأنا مستعد لي أسبوع مجهز انشودة أن تدخلني ربي الجنة. الله. وقبلها كنت عامل عملية لحمية. الله. شوف النغم كيف حيطلع الحين. بس وطلعت في الإذاعة وطلعت يلا يا الله. تعرف كل المدرسة بلا أي استثناء، مدير طلاب كلهم يضحكوا. عاد المدرس هذا كمل يا ولدي، كمل ولدك ضاع ولدك. هو يبغى يشجعك. يا ريت المقطع هذا تصور تجيبوه لنا نبثه هنا. يومتها انه انا دخل في نفسي كذا حقد، والله حيجي يوم واثبت لكم بفضل الله. ثم هذا الاستاذ ما اعرف وين، استاذ سرحان الثباتي، انا الان موجود في قناه المجد ما شاء الله. اللي وقف معك اللي رجع اداني حماس. هو واجه الصدمه وصح الظروف ما هي متحمله، واحد دخلني نشي. سعدنا سعدنا بك والله يا عادل. الله يسعدك ابو عبد الله. سعدنا بك يا رقم 10. الله. اي رقم 10؟ شكلك انت رقم 10. انت تدخلني
بس مو بهذا النغم، كان احسن من كذا. انت بعد بعد ما ختم هذا نغم وطعم امامي يعني. اي اي هذا هو. انت قول لهم هذه نغمه اماميه ترى جد. اسعدكم الله. الله يعطيك سماتعه ولطيفه وجميله معكم. وكان اليوم من باب التغيير بلال اكرمنا بعدني، مسوي لنا ما شاء الله عدني. وانا شفت يعني انا شربته بنيه انه شاهي حليب، لكن الله يعين ذعكبني. حاصب لك كاسه ثانيه. ايوه هذا هو النيه اهم شيء. لا بس التذوق حسيت فيه. العدني له ثقافه شرب ترى في مجتمعاتها. لا حيجيب لنا ان شاء الله يوم في لقاء ثاني مع عادل على طعم العدني والقهوه يعني من زاويه اخرى. شكرا جزيلا عادل. شكرا علي. شكرا لك. يعطيك العافيه. شكرا وصولا لكم مشاهدينا الكرام. سعدنا بكم في حلقه حديث الدار اليوم. نلتقيكم ان شاء الله على خير في امان الله. جلسنا في فناء الدار احبابا محبينا، وحلت انجم الجوزاء انوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وغنى البلبل الصداح في أرجاء وادينا، على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا. وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غير